أهلا بكم ومباشرة لكذا راية لي اليوم، والبتحدث عن قرار تنظيم الأسرة وأطلقنا هاشتاج هل أنت مع قرار تنظيم الأسرة أم ضد هذا القرار. نسعد جدا أن أتكلم في هذا الحديث مع سارة الأمير، هي مسؤول الشباب والإعلام بجمعية تنظيم الأسرة السودانية. مرحبا بكم أستاذة سارة. أهلا مرحبا بكم وصباح الخير على الجميع وعلى كل السادة المشاهدين إن شاء الله. نحن سعيدين بك اليوم عبر صفحة السودانية ونتحدث عن تنظيم الأسرة وفي المجتمع السوداني تحديداً ومدى قبول هذا التنظيم ومحاور كثيرة تجمعنا بك عبر كذا رأي، لكن مباشرة نتحدث عن جمعية تنظيم الأسرة وهي عضو الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة وإقليم تندرج تحت إقليم العالم العربي، كلمينا عنها. نعم، جمعية تنظيم الأسرة السودانية هي جمعية أصلاً تأسست سنة 1965 على يد خيرة من أخصائيين النساء والتوليد، لما لقوا أنه في تزايد بتاع وفيات أمهات أسسوا الجمعية وانضمت للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة في العام 1972. تمام، الجمعية عندها 11 فرع منتشرة في ولايات السودان المختلفة، اللي هي الفاشر ونيالة والأبيض ومروابة، القضاري في بورسودان، البحر الأحمر، عطبرة، دنقلة، ولاية الخرطوم، ولاية الجزيرة. بنقدم معلومات وبنقدم خدمات الصحة الإنجابية من خلال 11 فرع و14 مركز متكامل. عندنا برضو في 120 عيادة بالتعاون مع وزارة الصحة، وزارة الصحة بتوفر المكان والكادر وإحنا بندربه وبنأهلهم وبنخليهم يشتغلوا. في عيادات متنقلة، عندنا 8 عيادات متنقلة و6 عيادات بتاعت امتياز اجتماعي. في 840 وسيطة اللي هم القابلات بندربهم بيتعاملوا معنا في جمعية تنظيم الأسرة. تمام، إذن هي شراكات ذكية مع المؤسسات المهتمة بالصحة الإنجابية. لسه إحنا نتعمق معك في هذا الموضوع، لكن خلينا نأخذ إضاءة عن ماذا نقصد بتنظيم الأسرة. نعم، تنظيم الأسرة هو فكرة مباعدة ما بين الولادات فقط وليس الحد من النسل. يعني إحنا لما نطلق تنظيم الأسرة كثير من المجتمع بيفتكروا إنه بنحد من النسل، أبداً دي رؤية ما صحيحة. الحقيقة هو مجرد بس تنظيم للأسرة، وإحنا عارفين إنه الحياة بدون أطفال هم ببراءتهم بوجودهم في البيت بحيويتهم هم كل الحب يعني. فما يعني البيت خالي من الأطفال ما بيكون جميل، لكن كمان ولادات بدون تنظيم ممكن تسبب مشاكل. خلينا نأمن على إنه تنظيم الأسرة ما معناه إنه نمنع الإنجاب، وإنما هو تكون بتنظيم اللي هي تكون فترات متباعدة. نعم. للاهتمام بصحة الأم. صح، حقيقة، وحتى الإسلام بيوصي بذلك يعني. وحمله فصاله في عامين. تمام، والوالدات يرضعن أولادهن عامين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهي الإسلام بيوصي بتنظيم الأسرة. جيد. تمام. طيب تنظيم الأسرة، وأنت زي ما قلت هي جمعية طوعية. نعم. تنظيم الأسرة وجمعية طوعية وهي في إقليم العالم العربي. أكيد. لسه حنتكلم معك نتعمق فيما يخص الشراكات بيننا وبين العالم العربي فيما يخص التنظيم، لكن الآثار المترتبة على اتباع هذا التنظيم آثار إيجابية وسلبية عايزين نتكلم عنها. نعم، الأثر بتاع تنظيم الأسرة هو طبعا له فوائد وهو أثر إيجابي، نسبة لأنه إحنا بتلقي بالنسبة للطفل الأثر الإيجابي هو بيكون الطفل لقى الوقت المحدد له. نعم تمام، بيكون لقى الوقت المحدد في الاهتمام وفي حاجات كثيرة يعني. نعم. تمام، في التعليم، في تفاصيل ثانيه. بالنسبه للام بتكون اخذت يعني اخذت الصحه بتاعتها كامله بعد ما هي تولد. احنا عارفين انه الطفل بياخذ كل احتياجاته من الام. صح، فبعد الولاده بنلقى كثير من السيدات هم الوحده بتعاني من تساقط في الشعر، من مشكله في الاسنان، هو بياخذ الكالسيوم، بياخذ كل نعم الحاجات اللي هو محتاج ليها. فعشان كده يعني الام بتحتاج لانها تاخذ راحه بعد الولاده. بالنسبه للمجتمع، نحن المجتمع برضو كل ما يكون المؤمن قوي افضل من المؤمن الضعيف، كل ما يكون الناس اذا لقينا يعني المجتمع كبير جدا فبتلقى انه ممكن تظهر كثير من المشاكل، تظهر السرقات، الجرائم، الكذا، فلازم الحياه تكون شويه مرتبه ومنظمه ويكون في تعليم، في توعيه، في ثقافه، في كذا. تقصد من خلال التنظيم انه كل ما الاسره كانت في تباعد فيما يخص الولاده وفي عدد محدود بالتاكيد في حتكون في تنشئه جيده.
في تنشئة نعم في تنشئة جيدة للأطفال من خلال هم متطلباتهم كثيرة. فإحنا محتاجين لاتزان اقتصادي حتى داخل الأسرة. نعم إحنا قبل قليل عرضنا صور للجمعية تنظيم الأسرة السودانية. ريت تسنيم ولؤي وزياد برضو يعرضوا علينا الآن. تمام. دي تفاصيل نعم. نعم دي تفاصيل بتاعت حملة القرار قراري. إحنا بنطلق حملة خاصة برؤية الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة رؤية 2020. فكل عام بتكون مختلفة عن العام القبلي وكل عام بناخد هدفين بنطلق عليهم الحملة في كل ولايات السودان. دي توزيع الملصقات والمطبقات شباب وشابات تحية لهم أعضاء الجمعية وإعلاميين كمان. نعم. طيب خلينا نتكلم على 2020 والقرار قراري. نعم رؤية العام 20 الرؤية الاستراتيجية ل 2020 احنا ماخذين منها الهدف الثاني والهدف السابع في الرؤية اللي هو عشان بتركز الحملة فيهم على تلبية الاحتياجات الغير ملبى من تنظيم الأسرة وكمان زيادة فرص الحصول على الحقوق الإنجابية بحلول عام 2020. نعم دي اللي تركز عليها. في برشوت لحملة القرار قراري احنا حنتحدث عنه الآن وبنعرض أعضاء الجمعية وهم الآن بيعملوا في حملة القرار قراري وعشرين عشرين. هناك رسائل للقرار قراري: مجتمع بلا عنف وأمة سوية والمساواة رضا اجتماعي وتنظيم الأسرة يصنع الأماني وخدماتنا في انتظارك وصحتك الإنجابية بالحقيقة لك وأدعم قرارك باختيارك وسائل متنوعة فاختار وخيارك الصحيح بحقق التنمية. مستصحبين معكم أبعاد كثيرة جدا. الطفل المعافى هو مستقبل مشرق وولادات متباعدة أطفال مبدعين جيد ولادات متباعدة أسرة سعيدة وولادات أولادة متباعدة هي سلامة ومتابعة الحمل أمان. أو الحمل أمان لك الخيار في الاختيار وقدر أنت في اختيارك. تمام. هي رسائل لحملة القرار قراري. نعم. يريد تكلمين عنها أكثر مع هذه الرسائل الحملة وتطبيقها الآن على أرض الواقع. نعم هي أطلقنا للعام ده 15 رسالة. كل رسالة أنت زي ما شايفاها بتحمل حاجة من حاجات الأهداف اللي إحنا عاوزين نحققها. الرسائل دي انتشرت في جميع الولايات بأنشطة مختلفة. يعني في ولاية شمال كردفان الحملة دي برعاية سيد والي الولاية مولانا أحمد هارون وكمان كثير من الشركات ساعدت في الحملة بالتعاون معها. في ولاية في دارفور في الفاشر هي برضو برعاية السيد معتمد الفاشر وهو بيحمل القرار قراري بيرفع شعار. فمشركين معنا كثير من صانعي السياسات والقرارات ومتخذين كمان القرار والإعلاميين. نعم. عملنا أنشطة كثيرة في الإعلام بكل الوسائل بتاعته المقروءة والمسموعة والمشاهدة كمان. بالتأكيد الإعلام له دور كبير جدا في أنه يوصل هذه الرسائل لكل المجتمع. دور تثقيفي. نعم. كبير. نعم. طالما تكلمنا عن الجانب التثقيفي من خلال الإعلام ووقوف أصحاب القرار معكم فيما يخص القرار القراري تحديدا، إذا تكلمنا عن جانب التوعية والتثقيف عموما في الجمعية وفي حملة القرار القراري. نعم إحنا بنهتم جدا بالتوعية. تمام. وعاوزين احنا مجتمع واعي مجتمع مثقف مدرك لحقوقه الإنجابية ومهتم بالصحة الإنجابية بتاعته. من خلال احنا للشباب بنقدم محاضرات هي من الشباب للشباب بتكون دائما عندنا منهج متكامل اسمه المنهج الإنجابي الشامل في كل موضوعات الصحة الإنجابية من مخدرات من سرطان الثدي من الأمراض المنقولة. هو متكامل جرعة احنا بنديها اليوم معلومات. في الخدمات الثانية اللي بتقدم اللي هي يعني الفحص المبكر لسرطان الثدي وخدمات تنظيم الأسرة المسالك البولية العقم الخدمات لضحايا العنف المبنى على النوع الاجتماعي. دي كلها موجودة بالمراكز بتاعتنا. بندرب دائما الكادر وبنوعيه قبل التوعية كيف يأدوا المشورة المتخصصة برضو لكن بنركز غالبا على التوعية بالنسبة للفئة العمرية بتاعت الشباب من 14 إلى 24 سنة. جيد. تكلمت عن كادر يعرف الكثير جدا ومدرب طبعا أكيد. لكن وكبير تكلمت عن شراكات ذكيه بين مؤسسات الصحه الانجابيه. يريد نتعمق اكثر ومدى التعامل معاكم من هذه المؤسسات ومدى قبول الامهات والمجتمع لهذه الحمله
مع المؤسسات الصحة الإنجابية. نعم، إحنا عندنا شراكات كبيرة جدا، شراكات مع الهلال الأحمر السوداني ووزارة الصحة على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الفروع، عندنا شراكات مع اليونيف بي اي، شراكات مع يعني اليونيسيف خاصة في بيدعم معه في الحتة بتاعت سليمة خاصة برضو بالصحة الإيجابية، وهناك العديد من الشراكات، اتحاد المرأة، الاتحاد الوطني للشباب السوداني جيد. احنا بنعمل برضو من خلاله. دي حاجة. الحاجة الثانية انت قلتي كيف تعاملوا معهم ومدى قبول المجتمع؟ نعم، هو المجتمع يعني زمان كان رافض للفكرة، لكن حسي بقى في قبول كبير، بقى في تجاوب من خلال الهاشتاج احنا الهسي نشطناه، ولقينا عدد كبير هم بيدعموا تنظيم الاسره، وهندين شايفه ممكن كثير من القيادات معانا في الحمله مع اعضاء. نعم. الحمله. نعم. نعم. طيب معناه انتم رد فعل بتاخذوه من خلال الهاشتاج اللي اطلقتوه ومدى تفاعل الناس معاكم. طيب متابعتكم للناس ومدى التنظيم الان في السودان تنظيم الاسره؟ نعم، من خلال المتابعة في قبول كبير على الوسائل بتاع تنظيم الأسرة، ودي حاجة بتوضح إنه الناس هي بدت تنظم يعني، وإحنا بمقدمين أكثر من 7 مليون خدمة لعلاقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة يعني. جيد. الحملة والقرار قراري وعدد من الرسائل من خلالها، كلمينا أكثر عن هذه الرسائل اللي نزلت بها على أرض الواقع وتحققت يعني. نعم، هو في كثير من الرسائل تحققت يعني متابعة الحمل أمان، فأنت بتلقى فعلا كثير من السيدات الحوامل في تردد في العيادات بتاعة تنظيم الأسرة، بيتابعوا الحمل بتاعهم باستمرار، وفي ساعيين كثير في خفض وفيات الأمهات برضو كمان من خلال إنه المباعدة بين الولادات، من خلال المتابعة الصحية كمان. ومدى تقبل رسالة مثلا خيارك الصحيح يحقق التنمية؟ نعم، هو عشان أنت تختار وعشان تتخذ قرار محتاج لعملية طويلة، محتاج لحاجات كثيرة، لازم تكون واعي، لازم تكون مدرك، لازم تكون عارف عدد كبير من الحاجات، ويكون عندك بيانات تقدر تحليلها، تقدر تتخذ القرار الصحيح عشان فعلا تحصل تنمية. لك الخيار في الاختيار، هل في تواصل معهم في انهم يختاروا؟ نعم، هذا تحديدا. نعم، احنا بنديهم مشوره في الاول قبل الاختيار. يعني لازم يعرفوا الوسائل المتاح منها شنو، الخدمات اللي شنو، بعد ذاك الخيار النهائي بيجي من السيده هي ذات. جيد جدا. اذا استاذ ساره الامير مسؤول الشباب والاعلام بجمعيه تنظيم الاسره السودانيه، هذه الجمعيه اللي عضو في الاتحاد الدولي لتنظيم الاسره وفي الاقليم العالم العربي، احنا سعيدين جدا اليوم وحديث في كذا راي عن تنظيم الاسره. سعدنا بك، شكرا لك. أنا أكثر سعادة بقناة سودانية 24 وأنتم أتحتوا المساحة لجمعية تنظيم الأسرة، وشكرا لكم. بتأكيد لكم مساحات كثيرة جدا طالما أنتم تتخصصوا في عمل يقود الأسرة ويقود السودان لتفاصيل كثيرة لها ورسائل إيجابية من خلال حملاتكم. شكرا لك كثير، شكرا لكم مشاهدينا لمتابعتكم لكذا رأي. بعد الفاصل نواصل فقرات صباح السودانية. شكرا.